كتاب فاتتني صلاة لإسلام جمال. الفصل السابع: دواء العادة. في بداية تسعينات القرن الماضي، جاء شخص إلى مدير تنفيذي لشركة أمريكية رائدة في الدعاية والإعلان يدعى هوبكنز بفكرة جديدة في ذلك الحين. فقد أوضح هذا الشخص أنه اكتشف منتجاً مدهشاً، وأنه مقتنع أن هذا المنتج سيحقق نجاحاً رائعاً. لذلك فهو يريد مساعدة هوبكنز للترويج والدعاية لهذا المنتج. لقد كان هذا المنتج معجون للأسنان. لقد كان هوبكنز يعتلي قمة مجال الدعاية والإعلان في ذلك الوقت، فقد استطاع أن يحول كثيراً من المنتجات المجهولة إلى منتجات تباع بملايين الدولارات، تشتريها كل أسرة أمريكية تقريباً. وكان سر نجاح هوبكنز يكمن في قدرته على إيجاد عادات جديدة بين العملاء تجعلهم يشترون هذه المنتجات. وأصبحت قواعد هوبكنز للدعاية والإعلان قواعد أساسية يستخدمها المسوقين وأصحاب الشركات والمصانع، وما زالت هذه القواعد تؤثر في كيفية شرائنا للمنتجات إلى وقتنا هذا. ومع ذلك، كان يعلم هوبكنز أن بيع معجون للأسنان يعد انتحارا تجاريا في ذلك الوقت، فقد كان من النادر أن يشتري أي شخص مواد لتنظيف الأسنان، حيث كان استخدام فرشاة الأسنان نادرا أصلا رغم مشاكل الأسنان المتفشية وقتها. لهذا رفض هوبكنز اقتراح ذلك الشخص عدة مرات، لكن عندما رأى إصراره وافق للقيام بحملة ترويجية لمنتجه تحت شروط ضمانية. في خلال 5 سنوات حول هوبكنز هذا المنتج المجهول إلى أحد أشهر المنتجات شهرة على وجه الكرة الأرضية، حيث انتشر معجون الأسنان بيبسودينت عبر أمريكا بسرعة مذهلة. وبحلول عام 1900 كان يباع في الصين وجنوب أفريقيا والبرازيل وألمانيا، حتى انتشر تقريبا في كل دول العالم. وبعد مرور 10 سنوات على إطلاق أول حملة دعاية لبيبسودينت، اكتشف خبراء استطلاعات الرأي أن غسيل الأسنان بفرشاة أصبح إحدى شعائر الشعب الأمريكي. فقد نجح هوبكنز أن يجعل غسيل الأسنان بالفرشاة نشاطا يوميا. ويفخر هوبكنز فيما بعد بأن سر النجاح يرجع إلى القدرة على جعل غسيل الأسنان عادة يومية بين المستهلكين، وذلك عن طريق اكتشاف محفز ينمي عندهم الرغبة في القيام بنشاط غسيل الأسنان كل يوم. ليس ذلك فقط، بل بضرورة وجود مكافأة فورية يحصل عليها المستهلك بعد غسيل أسنانه، حتى يصبح غسيل الأسنان عادة يفعلها المستهلك تلقائياً. وهذا المبدأ هو الذي يستخدمه مصمم ألعاب الفيديو جيم والشركات الغذائية ومحلات الوجبات السريعة وملايين مندوبي المبيعات حول العالم الآن. قصة مثيرة. ولكن ما علاقة اكتشاف هوبكنز بموضوع الصلاة؟ لكي نجيب على هذا السؤال يجب أن نعرف ما فعله هوبكنز بالتفصيل. فما قام به لم يكن فقط أسلوباً ذكياً للدعاية والإعلان، بل هو مبدأ علمي في فهم أسرار النفس البشرية وكيفية التعامل معها. محفز العادة. من أجل بيع بيبسودينت، كان هوبكنز بحاجة إلى محفز يبرر استخدام معجون الأسنان يومياً. فجلس مع كومة من كتب طب الأسنان، وفي وسط أحد الكتب وجد معلومة تبين أن هناك غشاء مخاطي طبيعي يغطي الأسنان، وأن هذا الغشاء يلتصق به بقايا الطعام فيميل لونه إلى الإصفرار، ثم تتكون بكتيريا بين الأسنان التي تسبب تلفها وتسوسها مع الوقت. فاستخدم هوبكنز هذا الغشاء كمحفز أو منبه يعزز الرغبة لغسيل الأسنان. فكان أحد الإعلانات يقول: مر لسانك على أسنانك وسوف تشعر بوجود الغشاء الذي يجعل أسنانك تمرض ويسبب التسوس. علميا لم يكن هذا الغشاء نفسه هو ما يسبب التسوس، ولكن بقايا الطعام الملتصقة به. ومع ذلك استخدم هوبكنز لفظة الغشاء لسهولة الإحساس به. لذلك نحن تقريبا نجد المحفز أو المنبه في كل شيء نفعله في صورة عادية يومية،
فمثلا الشعور بالجوع يعتبر منبه لضرورة تناول الطعام. وبالنسبة للأشخاص ذوي الشهية تعتبر رائحة الطعام فقط أو رؤيته محفزا قويا يعزز الرغبة لتناول الطعام حتى وإن لم يكن هناك شعور بالجوع. فكل عادة نفعلها إما أن يكون لها منبه أو محفز أو الاثنين معا. حتى العادات الضارة كالتدخين مثلا يعتبر الشعور بنقص النيكوتين داخل الجسم منبه يدفع الشخص إلى تدخين السجائر. حتى وإن لم يوجد هذا الشعور، فرؤية السجائر أو الجلوس بمكان فيه مدخنين يمكن أن يكون محفزا يعزز الرغبة للتدخين. المكافأة. كان هوبكنز يعلم بضرورة وجود عامل آخر بجانب المحفز حتى تكتمل حلقة العادة ويصبح غسل الأسنان نشاطا يوميا، فكان لابد من وجود مكافأة يحصل عليها المستهلك بعد استخدام معجون الأسنان تجعله يشتهي أن يستخدمه مرة أخرى. فعلى خلاف أنواع منتجات العناية بالأسنان الأخرى، كان بيبسودينت يحتوي على حامض الستريك بالإضافة إلى جرعات من زيت النعناع ومواد كيميائية أخرى، ولقد استخدمت هذه المواد لكي تجعل مذاق المعجون منعشا وتترك إحساسا بالانتعاش والوخز على اللسان واللثة. وبعد سيطرة بيبسودينت على الأسواق، تدافع الباحثون لمعرفة سبب انتشار المنتج بهذه السرعة، واكتشفوا أن العملاء يقولون إنهم إذا نسوا استخدام بيبسودينت فسوف يفتقدون الإحساس المنعش واللذع في أفواههم، وعندما لا يشعرون بهذا الإحساس يعتقدون أن أفواههم غير نظيفة، مع العلم بأن هذه المواد ليس لها أي فائدة طبية، ولكنها فقط تقنع الناس بأن المعجون يقوم بعمله على أكمل وجه. لذلك فإن المحفز والمكافأة يعتبران عاملان أساسيان إذا أراد الإنسان أن يكون عادة جديدة. وفي دراسة قام بها الباحثون في جامعة نيو مكسيكو على 226 شخصا ممن تعودوا على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، حيث كان معظمهم يتدرب على الأقل 3 مرات أسبوعيا. قال عدد كبير من المشاركين أنهم تعودوا على ممارسة التمارين الرياضية لأنها تجعلهم يشعرون بأنهم في حالة جيدة، فلقد وصلوا إلى توقع واشتهاء الأندروفينات، وهي مواد كيميائية ينتجها الجسم تعمل على تخفيف الألم وإعطاء شعور بالراحة والتحسن. وفي مجموعة أخرى قال المشاركين أن التمارين الرياضية تمنحهم شعورا بالإنجاز، فهؤلاء وصلوا إلى اشتهاء الإحساس المنتظم بالإنجاز والانتصار. وفي الحالتين فإن هذه المكافآت الفورية كانت سببا لأن يصبح ممارسة التمارين الرياضية عادة لدى هؤلاء المشاركين. العادة والصلاة. الصلاة نشاط يومي نفعله عدة مرات في اليوم والليلة. نسعى جميعا لنجعل عملية القيام إلى الصلاة عادة نفعلها بشكل تلقائي دون مجهود. هدفنا هو أن نقوم للوضوء والصلاة بمجرد سماع الأذان دون الخوض في معركة ضد عقولنا. أنا أقصد هنا عملية القيام للصلاة وليست الصلاة نفسها، لأن الصلاة ينبغي حضور الذهن والعقل فيها، ومع ذلك فإن الصلاة عادة يومية لأنها نشاط متكرر. لا أقصد هنا مفهوم العادة الشائع عن الصلاة بأن الصلاة أصبحت عادة وليست عبادة، ولكن نتحدث هنا عن العادة بالمفهوم العلمي، وهي النشاط الذي يتم ممارسته باستمرار. كما أوضحنا من خلال الدراسات التي قام بها الباحثون لفهم كيفية تكون العادات، فإذا أراد الإنسان أن يكتسب عادة مفيدة جديدة يجب أن يتوافر المحفز الذي يعزز الرغبة للقيام بالعادة أو المكافأة التي تضمن استمرار هذه العادة. ما ذكرناه في الفصول السابقة يعتبر محفزا يعزز الرغبة في القيام إلى الصلاة،
ولكي نضمن حفاظنا على الصلاة وانضمامنا إلى هؤلاء الذين قلنا قلما فاتتهم صلاة، وانضمامنا إلى هؤلاء الذين قلما فاتتهم صلاة، جعل الله العليم لنا مكافأة فورية نحصل عليها بعد كل صلاة تجعلنا ننتظر الصلاة بعد الصلاة. ولسان حالنا أرحنا بها يا بلال. تلك المكافأة هي السكينة، أو بمعنى أدق الإحساس الذي يأتي بعد الصلاة بخشوع، حال النفس بعد صلاة خاشعة. وإحساس السكينة والطمأنينة الذي يغمرها هو أفضل إحساس يمكنك أن تذوقه في هذه الحياة الدنيا. العبد الفقير الذي يكتب لك هذه الكلمات لا ينقل لك نظريات أكاديمية لتجريد الواقع، أو إنه يعيش منزعلا لا يدري شيئا عن متع هذه الدنيا حتى يتجاهلها كلها، بل والفضل كله لله من الله الغني علي بكثير من حلال زينة هذه الدنيا، ومع ذلك لا يماثل شعور السكينة أي شعور، وكأنه دواء هذه الدنيا بزينتها، لا بهجة في زينة بدونه ولا شقاء في حزن معه. أبى الله عز وجل أن تكون الدنيا مصدرا للسعادة، لأنه عادل وعدل، فليس كل الخلق سواء في امتلاك زينة الدنيا، ولكنه العليم الخبير جعل السعادة في السكينة وعرفنا سبيلها، فمن شاء أخذ به. يسعد بها الفقير ولو لم يمتلك شيئا، ويشقى دونها الغني ولو امتلك كل شيء. كل نعمة في هذه الحياة الدنيا تصبح نقمة إذا حجبت عنها السكينة. جالست التائبين الذين رجعوا إلى ربهم بعد أن ذاقوا الكثير من متع هذه الدنيا، حلاله وحرامه، سألتهم لما رجعوا؟ قالوا: وجدنا في القرب من الله لذة لا تعادلها لذة، إحساس السكينة بقوة الله القدير يجعلك تشعر بأنك تملك الدنيا بما فيها. يقول الشيخ محمد راتب النابلسي: ينام الإنسان على الشوك مع السكينة، فإذا هو مهاد وثير، وينام على الحرير وقد أمسك، فإذا هو شوك القتاد. يعالج المرء أعسر الأمور ومعه السكينة، فإذا هي هوادة ويسر، ويعالج أيسر الأمور وقد تخلت عنه السكينة، فإذا هي مشقة وعسر. يخوض المخاوف والأخطار ومعه السكينة، فإذا هي أمن وسلام، ويعبر المناهج والسبل وقد أمسكت عنه السكينة، فإذا هي مهلكة وبوار. يبسط الله الرزق مع السكينة، فإذا هو متاع طيب ورخاء وفير، وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة. ويمسك السكينة مع الرزق، فإذا هو مثار قلق وخوف، وإذا هو مثار حسد وبغض، وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض، وقد يكون معه التلف بإفراط واستهتار. يمنح الله الدرية مع السكينة، فإذا هي زينة الحياة الدنيا ومصدر فرح واستمتاع، ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصالح. ويمسك رحمته، فإذا الدرية بلاء ونكد وعنف وشقاء وسهر بالليل وتعب بالنهار. يهب الله الصحة والعافية مع السكينة، فإذا هي نعمة وحياة طيبة. ويمسك سكينته، فإذا الصحة والعافية بلاء يسلطه الله على الصحيح المعافى، فينفق الصحة والعافية فيما يحطم الجسم ويفسد الروح ويسخر السوء إلى يوم الحساب. ويعطي الله الجاه والقوة مع السكينة، فإذا هي أداة إصلاح ومصدر أمن ووسيلة لادخار الطيب الصالح من العمل والأثر. ويمسك سكينته، فإذا الجاه والقوة مصدر قلق على فوته، ومصدر طغيان وبغي، ومصدر حقد وكراهية لا يقر لصاحبها قرار، ويدخر بها للآخرة رصيدا ضخما من النار. لكن كيف السبيل إليها إذا كانت شيئا لا يثمره الذكاء ولا العلم ولا الصحة ولا القوة ولا المال والغنى ولا الشهرة والجاه ولا غير ذلك من نعم الحياة المادية؟ الخشوع سبيل السكينة. الخشوع في الصلاة هو ما يولد السكينة التي تجعلك تشتاق إلى الصلاة، ودواء تلك العادة، فمعه تصبح الصلاة عبادة متجددة وليست عادة روتينية.
وكما كان يظن الكثير أن أولئك الذين يحافظون على الصلاة لهم قدرات بيولوجية خاصة أو هبة سماوية تتنزل عليهم، أيضا يظن الكثير خطا أن الخشوع هو أمر سماوي يؤتيه الله من يشاء ولا يؤتيه من يشاء، فيسأل كثير من الناس أين الخشوع؟ لما لا أشعر بالخشوع وأنا أصلي؟ لكي نعرف أين الخشوع دعنا نصف أولا بعض الناس. فمثلا إذا أردنا أن نصف شخصا سعيدا كيف سيكون حاله؟ أقول لك أنه مبتسم، مشرق الوجه، متحمس. إذا تكلمت معه ستعكس نبرة صوته أنه سعيد وصفات أخرى. وإذا أردنا أن نصف شخصا محبطا أقول لك حزين الوجه، يمكن أن يكون منكس الرأس، حتى وإن تكلمت معه ستعكس نبرة صوته أنه حزين وصفات أخرى. إذا كنت تشاهد مجموعة من الناس وطلبت منك أن تخبرني من هم أو من منهم سعيد ومن منهم محبط ومن منهم نشيط ومن منهم متعب، ستصفهم لي حتى وإن لم تتحدث معهم. هذا يعني أن حالة الجوارح الخارجية تعكس بقدر كبير الشعور الداخلي للبشر. فلو أنت كنت سعيد ستعكس جوارحك الظاهرية أنك سعيد، ولو كنت خائفا سيظهر هذا على جوارحك الخارجية، هذا معلوم. ما يخبرنا به علماء النفس أن العكس صحيح، بمعنى أنك إذا غيرت من حالة جوارحك الظاهرية ينعكس هذا على شعورك الداخلي. فإن كنت تشعر بالحزن والأمر نسبي، يمكن لبعض التغيرات على جوارحك الظاهرية أن تبدل هذا الشعور. فتعديل وقفتك أو جلستك وتغيير تعابير وجهك والتحكم بنبرة الصوت له تأثير كبير في حالتك المزاجية والذهنية. لذلك يخضع كثير من رؤساء الدول وأولئك الذين يتولون مناصب مهمة تحتم عليهم مخاطبة العامة لتدريبات في كيفية التحكم بلغة الجسد Body Language، لأن ذلك يساعدهم على إظهار الإيجابية والثقة بالنفس وأحياناً القوة في حديثهم. ويحكى أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلاً يمشي وهو يحني ظهره كدلالة على الزهد والورع، فقال لأصحابه: ما بال هذا يمشي هكذا؟ أهكذا يكون النسك بالتماوس في المشية والهيئة؟ ثم قال للرجل: هيه، أمت علينا ديننا أماتك الله، اعتدل في مشيتك وأظهر عزة الإسلام. والتفت إلى أصحابه فقال: ما بال أقوام حسب الزهد ضعفا والنسكة موتا، فإذا تحدث أحدهم خشع بصوته وإذا مشى أحنى قامته. كان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم تأثير حالة الجوارح الظاهرية على الشعور الداخلي، لذلك قال للرجل: اعتدل في مشيتك، حالة ظاهرية، وأظهر عزة الإسلام، شعور داخلي. لذلك إذا أردنا أن نصف مصل خاشعا في صلاته كيف سيكون حاله؟ ألن يكسو ذلك الرجل الهدوء؟ ألن تكون حركاته بطيئة رزينة؟ ألن تكون قراءته للقرآن قراءة مطمئنة ليست سريعة؟ ألن يكون وقت ركوعه أطول ووقت قيامه أطول ووقت سجوده أطول؟ ألن نلاحظ أنه يستغرق بين السجدتين وقوت أطول مما يستغرقه غيره؟ وهكذا فللخشوع صفات ظاهرية في متناول كل منا. إذا حققنا تلك الحالة الظاهرية استجاب معها شعورنا الداخلي، فنخرج من الصلاة وقد غمرتنا السكينة. مسببات الخشوع: من مسببات الخشوع إبطاء حركة اليدين بداية من التكبير واستشعار كلمة الله أكبر وأنت تقولها، ثم القراءة ببطء قدر المستطاع، والتوقف لحظة أو لحظات بين كل آية وآية، فأنت لست في مسابقة تسميع لشيء تحفظه، وكلما كنت أسرع كلما كنت أفضل. جرب أن تكلم الناس بنفس السرعة التي تعودت أن تقرأ بها الفاتحة، ولن يفهم منك أحدا شيئا. أنت في حديث متبادل مع ملك الملوك، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين،
فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بعد تكبيرة الإحرام بأن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أيضا كلما كانت حركة الجذع إلى الأمام من أجل الركوع بطيئة وهادئة كلما ساعد ذلك على الخشوع. تريث وأنت تسبح في الركوع، وأظهر المد في الكلمات بأن تقول سبحان ربي العظيم، فأنت ستقول ثلاث مرات فقط، فلتكن هادئة واضحة ومطمئنة. كذلك أبطئ حركة الجذع للاعتدال من أجل القيام، وانتظر وأنت قائم حتى تطمئن قائما وتقول بهدوء ربنا ولك الحمد والشكر. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على التسبيح في الركوع ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم خشع لك بصري وسمعي ومخي وعظمي وعصبي. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند القيام من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد؟ كذلك فلتكن حركتك من أجل السجود حركة هادئة مطمئنة، تريث وأنت تسبح في السجود، وأظهر المد في الكلمات بأن تقول سبحان ربي الأعلى، فتكون واضحة هادئة مطمئنة. وتذكر أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فتحدث بهدوء واطمئنان لأنك قريب جدا ممن له ملك السماوات والأرض، واطلب ما شئت فهذه فرصتك. لا ترفع رأسك من السجود وفي نفسك شيئا لم تطلبه من الغني الكريم. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على التسبيح في السجود فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغرق بين السجدتين نفس الوقت الذي يستغرقه في السجود. لذلك ولكي تحقق الخشوع فليكن اعتدالك من السجود هادئا بطيئا، وأدعو كما كان يدعو سيدنا عليه الصلاة والسلام بين السجدتين بأن تقول اللهم اغفر لي واعف عني وعافني وارزقني واهدني واجبرني وارحمني يا أرحم الراحمين. لذلك فإن إبطاء الحركة والقراءة ببطء وهدوء في كل ركن من أركان الصلاة يساعد بقدر كبير على الخشوع والفوز بالسكينة التي هي دواء عادة الصلاة.
ربما ستجد بعض الصعوبة في البداية لتعودك على الحركة بسرعة والقراءة بسرعة، ولكن كلما ضبطت نفسك وألزمتها بالهدوء في القراءة والبطء في الحركة، كلما استجابت لك وأصبحت الصلاة الخاشعة جزء من سلوكك، بل وسينعكس هذا على أمور حياتك اليومية، فتشعر بالهدوء والسكينة في عالم اليوم الذي أصبح التسرع حاله. المناجات: إذا اتصلت على أحد أصدقائك ولم يرد عليك، بل رد عليك جهاز الرد الآلي وطلب منك تسجيل رسالة صوتية، فتبدأ أنت بتسجيل رسالتك بالهاتف، فهل شعورك وأنت تسجل هذه الرسالة الصوتية لصديقك يساوي شعورك لو أنه كلمك وتحدثت إليه مباشرة؟ بالطبع لا، والله المثل الأعلى عز وجل سبحانه. فإذا أردت أن تغير شعورك وأنت تصلي، فلا تقول أذكار الصلاة وكأنك تسجلها في رسالة صوتية، بل قلها واستشعر أن هناك من يسمعك ويرد عليك، وأنك توجه هذه العبارات إليه، ليس فقط تسجيلها تسجيلا. فيوم القيامة ستتمنى لو أنك تحدث الجبار مالك الملك بكلمة واحدة، وتذكر أن ذلك اليوم قال الله تعالى فيه: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فمن لم يحسن الحديث مع ملك الملوك في الدنيا لن يصغي إليه في الآخرة. استشعر المناجاة بأنك تخاطب الله الملك العزيز القدير، وتقدم له التحية في آخر لقائك معه: التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم تودعه عز وجل. يقول ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه: أما وإنك تصلي فلتصلي صلاة تليق بمعبودك، أو تفتش لك عن معبود تليق به صلاتك.